السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنتطرق إلى أكبر 10 دول عربية من حيث المساحة. أصبحت الجزائر أكبر دولة عربية من حيث المساحة الجغرافية بعد أن تراجعت مساحة السودان، والتي أخذت دولة جنوب السودان قسما منها. وهذا الترتيب يبين أكبر 10 دول عربية اعتمادا على المساحة الجغرافية. في المرتبة الأولى الجزائر، تبلغ مساحتها أكثر من 2,381,000 كيلومتر مربع. ثانيا السعودية، تصل مساحتها إلى أكثر من 2,149,000 كيلومتر مربع. في المرتبة الثالثة السودان، مساحة السودان بعد انفصال دولة جنوب السودان بلغت 1,861,000 كيلومتر مربع. في المرتبة الرابعة ليبيا، مساحتها تصل إلى حوالي 1,759,000 كيلومتر مربع. في المرتبة الخامسة موريتانيا، وهي ثالث أكبر بلد مغاربي بمساحة تزيد عن 1,030,000 كيلومتر مربع. بعدها تأتي دولة مصر، مساحتها تبلغ حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع تماما. في المرتبة السابعة المغرب، تتجاوز مساحة المملكة المغربية حسب المعطيات الرسمية 710,000 كيلومتر مربع، وتتنازع جبهة البوليزاريو مع المغرب على الصحراء الغربية، حيث تطالب الجبهة باستقلالها عن المملكة. في المرتبة الثامنة الصومال، تصل مساحة هذه الدولة التي تقع في منطقة القرن الإفريقي شرق القارة الإفريقية إلى 637,000 كيلومتر مربع. في المرتبة التاسعة اليمن، مساحة هذا البلد الغارق في نزاع مسلح تصل حوالي 528,000 كيلومتر مربع. وفي المرتبة العاشرة بلاد الرافدين العراق، مساحته تصل إلى 438,000 كيلومتر مربع.